وللحديث أكثر حول هذه الظاهرة يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار الدكتور محمد جاسم العثمان، أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بجامعة البحرين وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. يعني هل تحدثني أكثر عن هذا الخسوف الذي حدث في العالم بأسره يوم أمس؟ نعم، طبعا ظاهرة الخسوف والكسوف ظاهرة مستمرة على طول. مثل ما نعرف أنه في عندنا المركز المجموعة الشمسية اللي هو الشمس ويضيء، وفي الأجرام الكواكب والكويكبات تدور حوالين الشمس ولها ظل. اللي يحدث أنه مع دوران القمر حوالين الأرض، مدار القمر حوالين الأرض مائل بالنسبة حق مدار الأرض حوالين الشمس. فأحيانا يكون في نفس المستوى، أحيانا إلى أعلى وإلى أسفل. ظاهرة الخسوف والكسوف تحدث لما ظل، لما القمر يمر في ظل الأرض ويكون في طور البدر. فما حدث أمس كان خسوف القمر. الشيء المميز اللي فيه أنه طبعا مثل ما درسنا في المدرسة، مدارات الكواكب حوالين الشمس هي مدارات بيضاوية، فهي أحيانا تقترب من الجسم وأحيانا تبتعد. فاللي حدث أمس أن القمر كان عند نقطة في حدود الأوج اللي هو أبعد ما يكون عن الأرض، بالتالي سرعة دورانه حوالين الأرض تكون أبطأ، فحركة مداره حوالين الأرض بتكون بطيئة مقارنة بالأوقات الثانية، فعلى هالأساس كان أطول خسوف للقمر من فترة طويلة. طيب لماذا يعني سمي القمر بأنه القمر الدامي؟ يعني حدثت كثير من الروايات عن هذا الموضوع. نعم. حدثني أكثر عن هل القمر تختلف تسميته من خسوف إلى آخر مثلا؟ بالنسبة حق القمر الدامي، هل القمر الدامي يعني هو نفسه مرتبط، ليش السماء لونها أزرق؟ يعني إذا جماعة دائما أقول لهم عن سالفة المدرسة، لو انتبهتوا في حصة العلوم بتشوفون تجربة تشتت الضوء، لما الضوء يدخل في وسط مختلف يتشتت وينكسر بزوايا مختلفة اعتمادا على اللون. اللون الأحمر لأن طول الموجي أكبر ما يمكن ينكسر بكمية أقل من اللون الأصفر، من اللون الأزرق، فبالتالي دخول ضوء الشمس في الغلاف الجوي للأرض يتشتت الضوء. اللون الأحمر هو أقل تشتتا، فهو قدر يطلع من الجهة الثانية حق الغلاف الجوي ووصل على سطح القمر، فبنشوفه باللون الأحمر. هل من الممكن أن نصادف مثل هذا النوع من الخسوف في يعني سنوات قادمة مقبلة قريبة؟ نعم طبعا، الخسوف الكسوف بصورة عامة يحدث لي كل عام في السنة الميلادية، أقل ما يمكن هو كسوفين للشمس، وأكثر ما يمكن من ناحية الخسوف والكسوف سبعة، يا يكونون أربعة كسوف للشمس واثنين خسوف للقمر، أو خمسة كسوف للشمس واثنين خسوف للقمر. مثل ما حدث السنة في 2018 في عندنا صار خمسة خسوف وكسوف، ثلاثة كسوف للشمس واثنين خسوف للقمر. كان في واحد في نهاية شهر يناير خسوف للقمر، وهو في شهر سبعة يعني اللي هو بعد ستة شهور صار هاي صار خسوف ثاني. بالنسبة حق الكسوف، كان في كسوف تاريخ 13/7 كان كسوف جزئي ما نقدر نشوفه من البحرين، وفي بعد أسبوعين في كسوف ثاني اللي هو تاريخ 11/8 للشمس بعد لا يمكن رؤيته من البحرين. الخسوف كان يعني واضحا بالنسبة للعيان الجميع، يعني حقيقة يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، تليفونات، فوتوغرافي، الجميع قام بتصوير عملية الخسوف، لكن قيل أن هنالك كواكب ستكون واضحة بالعين المجردة. حقيقة بالنسبة لي يعني لم أرى أو ألحظ شيئا، ماذا عنكم؟ لا، هو أي واحد شاف الكسوف بيشوف نقط جرم مضيء جدا أسفل القمر، هذا هو كوكب المريخ. نعم. فالليلة أدعو الجمهور أنه يطلع ويشوف يعني على الساعة 8-9 في السماء جهة الجنوب بتشوف جرم مضيء جدا اللي هو كوكب المريخ. وحتى بعد الغروب بشوية يطلعون يشوفون جهة الغرب يشوفون كوكب الزهرة. إذن هنالك دعوة موجهة إلى الجماهير كافة للخروج اليوم بإذن الله تعالى من مساء الساعة 8 مساء أو 7 بالنسبة مثلا الساعة 7 حق الزهرة نقدر نشوفها، يدون يشوفون الزهرة، يدون يشوفون المريخ، يدون يشوفون المشتري حتى بالعين المجردة يعني بسهولة يمكن تمييزهم جدا لامعين. جميل جدا، أنا شكرا لك. درس فلكي في الهواء الطلق. جميل جميل جدا. الدكتور محمد جاسم العثمان، عضو مجلس إدارة هيئة الفضاء البحرينية والأستاذ الفيزياء المساعد بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لحضورك معي في الاستديو استديو مركز الأخبار. شكرا لكم. وأشكر تلفزيون البحرين البرامج التوعوية العلمية. شكرا جزيلا دكتور.